السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء. اليوم ويانا شرح تطبيق ويبلاي. باختصار، هذا التطبيق هي عبارة عن تطبيق دردشة صوتية وغرف دردشة، وكذلك يحتوي على مجموعة من الألعاب. تقدر تدخل إلى هاي الألعاب ضمن فريق أو ضمن تيم. تابع ويانا الشرح حتى تستفاد من التطبيق وكذلك كيفية الشحن. نضغط على التطبيق، هي عبارة عن ألعاب اجتماعية ودردشات. تقدر تقوم بالدخول كزائر، وتقدر تسجل دخول عن طريق الجوجل أو عن طريق الفيسبوك، تويتر أو الهاتف أو رقم الموبايل. هسا أنا حاليا راح أسجل دخول عن طريق الجوجل وارجع لكم. هسا حاليا سجلنا دخول عن طريق الجوجل. نختار الصورة الشخصية، نختار الجنس ذكر أو أنثى، ثم المحافظة أو الدولة هو العراق، ونضغط على حفظ. حاليا فتح ويانا التطبيق مثل ما جاي تشوفون. أول ما فتح ويانا التطبيق على الصفحة الرئيسية اللي هي ويبلاي، هذه هي الألعاب الترفيهية مثل لعبة الدخلاء، من هو الجاسوس، غرفة يوتيوب، جمل مجنون، أونو، لودو، بليارد. هاي مجموعة من الألعاب. طبعا اجتنا دعوة للانضمام الى غرفة الشماعق الاردني. هاي هي الاصدقاء او الغرف الصوتية الخاصة بهم، نقدر ننضم الى اي غرفة نريدها. فقط النقر على اي غرفة راح تفتح ويانا. عندك هنا الغرف، هاي هي الغرف، كل الغرف على سبيل المثال بغداد، فاخر من الاخر، ادم وغيرها. هذه الغرف تستفاد من عندها عن طريق الهدايا والحصول على العملات للدخول ضمن الألعاب. عندك هنا الرسائل، هنا الاكتشاف اللي هي عندك هنا محكمة، قبيلة، إرشاد، الأشخاص. على سبيل المثال عندك المحكمة اللي هي تحتوي على زواج، زفاف، طلاق، وتقدر تنضم لأي غرفة. مثلا هاي غرفة الزواج، لم يبدأ الزفاف. كذلك عنده غرف طلاق، يقول لك هنا عزيزي عليك أن تبحث عن شريكك أولا، للعزاب لا يحق لهم فعل هذا. نضغط هيا لعرض الزواج. على سبيل المثال يقول لك يجب أن تكون لديك 3000 نقطة حماية للوصول إلى عرض الزواج. هاي طبعا مكافأة الجيل اليومي تقدر تحصل عليها، الحصول على ما يصل 3000 ذهبا. نضغط على تأكيد، نروح على الملف الشخصي. الملف الشخصي عندك هذا الليفل، هذا الفي اي بي، المتجر، ومنزلة الحب، لحظات، نتائج زوار، وشهادة الشهرة، ودعوة الأصدقاء. دعوة الأصدقاء تقدر تربح من عندها الجوائز. ضغطنا على دعوة الأصدقاء، جار التحميل. طبعا هو عبارة عن رابط تدز لأصدقائك وتربح منهم النقاط الذهبية. هذه هي النقاط الذهبية اللي هي عندنا 65 نقطة، نقدر نستفاد من عدها في الألعاب، ونقدر نستفاد من عدها في دعم الأصدقاء وكذلك وغيرها من هذه الأمور. هنا عندك المهام، هذا هي المهام لعبة الدخلاء. اكمل واحد العاب من لعبة الدخلاء تجيك تكتمل المهمة اذا حبيت تقضيها. عندك هنا بطاقة المرح اللي هي هاي بطاقة المرح، نقدر نستلمها. الازهار المتفتحة الموسم 18. كيفية الحصول على النقاط الذهبية، اما عن طريق الهدايا او عن طريق اكمال المهمات او عن طريق اللعب والفوز. اذا حبيت تشحن نقاط ذهبية نضغط على النقاط الذهبية ونختار اي نقاط ذهبية. هنا يقول لك ملاحظات في حالة مشاكل الدفع، يرجو الاتصال بخدمة العملاء. يقول لك يتم حظر التجارة الخاصة من الذهب بعد الشحن من خلال القنوات الغير رسمية، يعني لا تشحن من قنوات غير رسمية.
هذا هو كل ما يتوفر لدينا من الشرح إلى تطبيق ويبلاي. أتمنى تستفادون من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل شيء جديد. مع تحياتي للجميع.